الفيديو اللي انت هتشوفه دلوقتي قد يكون واحد من ارعب الفيديوهات المسربة على الدارك ويب، ولكن غالبا مش هتشعر بالشعور ده ابدا الا لو فهمت الفيديو. فيديوهات الدارك ويب مش شرط تكون مرعبة، لانها فيديوهات موجهة في الاساس لمجموعة من الوحوش البشرية اللي مهما شافوا من رعب فالامر بالنسبة ليهم عادي جدا. ولكن فيديو زي اللي انت هتشوفه دلوقتي ده هو فيديو فعلا في غاية الرعب، لان نوعية دي من الفيديوهات غالبا بتحمل رسائل مشفرة مش اي حد يفهمها، ده غير انها بتحمل نوعية خبيثة جدا من المؤثرات الصوتية والموسيقى اللي قادرة تخرب عقلك بشكل كامل. بعض الأنواع دي ممكن تخليك تحلم بكوابيس مرعبة بالليل، وبعضها ممكن يدمر حياتك بالكامل حرفيا. Please go to sleep. Please go to sleep. Please go to sleep. Do not scream. You are safe here. I won't hurt you. Go to sleep. 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 ولكن كل الكلام اللي انا قلته لك ده ما هو الا جانب بسيط جدا من اللي بيحصل في الدارك ويب. لو كتبت على الانترنت العادي الدارك ويب فهيطلع لك تعريف مخيف جدا. الدارك ويب او الانترنت المظلم يسمى بارض الخدمات المخيفه، حيث تجري من خلاله مختلف المعاملات التجاريه السريه، ويمكن التنقل اليه والتجول في مواقعه دون ان يترك الشخص اي اثر، بمعنى ان الشخص هتكون هويته مختفيه تماما وانشطته غير مسجله على محركات البحث وصعب تعقبه. عالم الدارك ويب هو عالم مرعب حرفيا، والاكثر يا صديقي ان زي ما انت متخيل صعب تعقبك ولا حاجه. فبمجرد ما تدخل الدارك ويب فعلا بتختفي في كل بياناتك من مكان، لكنها بتظهر في مكان تاني اكثر رعبا. في فيديو اليوم هحكي لك قصه حقيقيه لشخص دخل للدارك ويب لكن كانت نهايته فعلا مرعبه، وفي نهايه الفيديو هوريك بعض التسريبات اللي تم تسريبها من الدارك ويب. ولكن يا صديقي الاهم من ده كله ان انت يكون قلبك جامد ومستعد للي هتسمعه وتشوفه في فيديو النهارده. وفي النهايه طبعا مش هنسى اقول لكم شكرا على حبكم ودعمكم الرهيب الذي لا يقدر بثمن. ويلا عشان في كميه احداث مثيره ومرعبه لازم نحكيها، وبسم الله فلنبدا. الفضول دفعني ان انا ادخل الدارك ويب، قررت الدخول بالرغم من كل القصص المرعبه اللي سمعتها عنه. الهوس باكتشاف كل ما هو غامض ومثير كان مسيطر عليا، ولذلك فتحت اللابتوب بتاعي وبدات رحله الدخول. عملت مجهود كبير جدا وقعدت ابحث لساعات لحد ما اخيرا وصلت الموقع. الموقع كان مليان بالروابط الغريبه، كان الموقع كله باللون الاحمر ذو طابع مخيف، وما كانش مجرد موقع غريب ومرعب فحسب، بل الموقع كان مليء بمجموعه من القصص والصور المرعبه. في كل مكان عينك ممكن تيجي عليه صور مثيره جدا للاشمئزاز، الصور مهما حاولت اوصف لك بشاعتها فهي ابشع. ابشعهم كانت صوره لفتاه عمرها لا يتعدى ال 12 سنه، كانت الفتاه معصوبه العينين وفمها مشقوق بشكل مرعب، جسمها كان مليء بالكدمات القويه، واثار الضرب والتعذيب كانت واضحه جدا عليها. دي ما كانت الا البدايه فقط، لكني كنت فاكر ان النهايه هتكون سهله، وان انا بكل بساطه وقت ما قرر الخروج هخرج من الموقع ده بضغطه زر واحده، لذلك قررت ان انا اكمل واتعمق اكتر واكتر. وفجاه وجدت قدامي مجموعه جديده من الصور، كانت صور مرعبه جدا وحشة لعدد كبير من الاطفال الرضع، وكل ما بقلب وبنزل لتحت بلاقي الاعمار بتتغير، واكبر فتاه في الاطفال اللي شفتهم كانت بنت عمرها 16 سنه. مش قادر اوصف لك الاطفال دول كانت اشكالهم عامله ازاي ولا ايه اللي كان بيحصل فيهم بالظبط، ولكن صدقني الموضوع اصعب مما تتخيل. قررت قرار غبي جدا كانت نهايته بشعه، وهو ان انا اختار صوره من صور الاطفال دي واشوف ايه هي قصتهم. بدات امشي بالماوس بالراحه لحد ما وقع الاختيار على طفل عمره 10 سنين فقط. مجرد ما سيطرت على خوفي وقلقي وضغطت على الصوره ظهرت قدامي لمحة سريعة عن الطفل المخطوف. بيقال ان الطفل ده تم خطفه من اهله وهو راجع من المدرسة، وبعد كده تم وضعه في غرفة حمراء كبيرة جدا فيها مجموعة مرعبة من آلات التعذيب الضخمة. المشهد يا صديقي كان لا يصدق، مشهد مرعب وكأني حرفيا قاعد في السينما بتفرج على فيلم. ما كنتش قادر اصدق ولا اتخيل ان اللي بيحصل ده فعلا حقيقي، ولكن مع الوقت جالي لحظة ادراك وبدأت افهم ان انا فعلا بتفرج على شيء حقيقي بيحصل في الوقت الحالي. ما اتعلمتش من الدرس الاول وقررت ان انا اضغط على صورة الطفل. كان عندي فضول شديد حابب اكتشف ايه اللي ممكن يحصل. في اللحظه اللي ضغطت فيها على صوره الطفل كان الطفل قاعد على كرسي كهربي غريب، وكان الطفل مقيد في الكرسي بشكل كامل. فجاه بدا يخرج اسوره حديد وبدات تقفل على ايد الطفل بشكل مرعب، والطفل بدا يصرخ من الالم صراخ
هستيري كان بيتعذب قدام عيني وكنت شايف كل ده قدامي في بث مباشر، واللي بيحصل في الطفل في الوقت الحالي كنت انا السبب فيه. ما قدرتش اتحمل المشهد وخرجت بسرعه من عند الطفل، وبدات ان انا اقلب واتصفح الموقع من جديد لحد ما وصلت عند رابط لطفل حديث الولاده. كان الطفل شكله جميل جدا وكانت حالته جيده، وقلت ان ده مجرد طفل ومستحيل يعملوا فيه اي حاجه. وللمره الرابعه استخدم غبائي وفعلا دخلت على صوره الطفل، ومجرد ما دخلت على صوره الطفل شفته قدام عيني وعاء كبير من الماء المغلي والطفل بينزل فيه ببطء شديد. وللاسف الشديد ما لحقتش اغادر الموقع قبل ما اشوف الطفل بيتعذب قدام عيني. قبل ما اكمل تصفح في هذا الموقع العين، حابب اقول لك معلومه مهمه جدا لازم تعرفها عني. انا بتعامل مع الاطفال في المدرسه بشكل دائم ومستمر، وده للاسف الشديد هو جانب من شغلي. في يوم من الايام واحد من الاطفال دول اختفى لوقت طويل جدا، وللاسف في يوم من الايام قابلت والد الطفل وقال لي ان ابنه اختفى تماما وللابد، وان هما فشلوا تماما في العثور عليه، وحتى الشرطه ما قدرتش ان هي توصل له. كان الاب جدا حزين، وفقدان ابنه كان مسيطر عليه بشكل كبير. ولحد اللحظه اللي انا قاعد بتكلم فيها معاك دلوقتي انا فعلا مش قادر اخد القرار، هل فعلا اقول السر للاب ولا احتفظ بالسر ده لنفسي؟ في كل مره كنت بقف فيها قدام الاب ببقى نفسي اصرحه واقول له ان طفلك اللي عمره تقريبا 10 سنوات موجود في احدى مواقع الدارك ويب. وللاسف الشديد الطفل كان من فئه الاموات، وكان جسمه حرفيا مشوه بشكل كامل لدرجه ان هو يصعب التعرف عليه. ما زلت لحد الان بحتفظ بصور الطفل معايا، ولسه لحد دلوقتي فعلا مش قادر اصرحه. في يوم من الايام رجعت من المدرسه للبيت وبدات اتصفح الموقع مره ثانيه، واول ما فتحت الموقع اول حاجه شفتها قدام عيني كان صورة الطفل. المرة دي وللأسف الشديد ما قدرتش خالص أتمالك أعصابي، طلعت الهاتف بتاعي وعلى الفور اتصلت بالشرطة. وصلت الشرطة أخيرا بسرعة ودخلت البيت وطلعت على جهاز الكمبيوتر، ولكن يا صديقي كانت الصدمة، الكمبيوتر تعطل عن العمل تماما بدون أي سبب منطقي. الشرطة قررت إن هي تاخد الكمبيوتر لمركز الشرطة وتفحصه كويس جدا براحتها وترد عليا بعدين، ومرت أسابيع وأنا قاعد بنتظر الرد. وفي يوم من الليالي الشتوية الجميلة وصلنا أخيرا اتصال من رجال الشرطة، كانوا بيبلغوني إن الكمبيوتر اخيرا اشتغل، ولكن للاسف الشديد حصل شيء غريب جدا، كل حاجه كانت موجوده على جهاز الكمبيوتر حرفيا اتحذفت، والشرطه للاسف الشديد فقدت الوصول تماما الى الملف الخاص بالطفل المسكين، وهيفضل الاب يبحث عن ابنه للابد. ولكن الشيء الوحيد اللي اتعلمته من التجربه دي هو ان الفضول فعلا قاتل. دخولك لمواقع واماكن مظلمه بدون اي خبره او علم منك ممكن يدمر حياتك حرفيا. فابسط شيء مثلا ممكن اكلمك عن الفيديوهات المسربه من الدارك ويب، هي مجرد فيديوهات وصور قد تبدو عاديه جدا، ممكن تكون مش مرعبه ولكن بتحمل رسائل مشفره وخطيره. ابسط مثال لو كتبت على اليوتيوب مثلا كارل ماير، هتنتقل من اليوتيوب العادي الى جزء خفي من الدارك ويب، واول حاجه هتظهر لك هو فيديو غريب جدا ومرعب مدته 3 دقائق، عباره عن صور قديمة مرسومة لطفلين مع موسيقى غريبة ومزعجة، ولكن يا صديق الموسيقى دي مستحيل تتحملها. الموسيقى دي قادرة ان هي حرفيا تتحكم في حالتك المزاجية بشكل غريب جدا ومرعب، وصدقني تأثيرها عليك مش هيكون سهل ابدا. ممكن البعض يشعر بالتعب والارهاق، والبعض ممكن يصاب بصداع مزمن، وبيقول بعض الناس اللي سمعوا الموسيقى دي انهم بعد ما سمعوها حسوا بجنون العظمة. مش عارف الحقيقة ايه علاقة الموسيقى بجنون العظمة، ولكن هم قالوا كده فعلا. وحالا يا صديقي انا هسيبك مع المقطع ده لمدته فقط 3 دقايق، عايزك كده لو قلبك جامد تقعد دلوقتي وتسمع وتقولي احساسك كان ايه. ولكن تحذير قبل ما اسمعك الفيديو، لو حسيت بالتعب المبالغ فيه او الارهاق الشديد وقف الفيديو فورا عشان مصلحتك، لو حسيت باي اذى وانت بتسمع الفيديو ده وقف فورا لمصلحتك. ويلا نسمع الفيديو دلوقتي وقولولي في الكومنتات احساسكم كان ايه. Oh!
لو كنت واحد من الجبابرة اللي كملوا الفيديو للآخر فقولي دلوقتي طبعا إحساسك كان إيه، ولو ما قدرتش تتحمل وتكمل الفيديو للآخر فبرضو قولي وقفت عند فين بالظبط، وكان إيه هو شعورك وليه قررت إن أنت توقف. متحمس جدا إن أنا أشوف كل آرائكم وتعليقاتكم، والحق يقال أنا شخصيا ما قدرتش أكمل الفيديو ده للنهاية، ومجرد ما شغلته حسيت بصداع رهيب جدا وخنقة كده مش قادر أوصفها لكم. ولكن على كل حال هستنى كل آرائكم تحت في الكومنتات، ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. أتمنى إن الحلقة كانت لطيفة خفيفة على قلوبكم. شكرا يا صديقي على وقتك الغالي والثمين. في النهاية خد بالك من نفسك وخليك في أمان لحد ما نشوفك على خير بإذن الله في فيديو جديد، والسلام.